الله أكبر الله أكبر والعزة لله. الله أكبر في نصه في نص عمريت. الله أكبر. غرفة عمليات فتح حلب استهداف مبنى عمريت بصواريخ الحمام. الله أكبر فيه. الله أكبر. الله أكبر في نص المبنى. الله أكبر والعزة لله. الله أكبر. غارة على بلدة جرجناز من طيران الحرب. الله أكبر. غارة طيران الحرب على بلدة جرجناز. The people of Aleppo value the support of friends in London. Friends such as the London Fire Brigade. حبينا نوجه رسالة لشعب بريطانيا إنه الشعب السوري في حلب بالذات قتل أكثر ما يقتل ما قتل في بين عام 1940 عام 1941 في لندن، وما زالت حلب تحترق. الوقفة كانت هي فقط للنداء أو الإخاء بين الشعب البريطاني والشعب السوري. The 27th April bombing of the Al-Quds Hospital in Aleppo killed as many civilians and medical workers. يذكر الشعب اللندني بما حل به في الحرب العالمية الثانية من قصف للقوات النازية على لندن الذي أدى إلى الاحتراق الكبير في لندن وسقوط عدة آلاف من القتلى في ذلك الوقت. هذا ما حصل في لندن في ذلك الوقت يحصل الآن في حلب ولكن بأعداد أكبر بكثير. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله. تم ولله الحمد اليوم حفل نهاية العام تم فيه تكريم الطلاب والطالبات بعد اختبارات أجريت لهم، والحمد لله كانت النتائج في تطور وتقدم ملحوظ ولله الحمد. رغد سيد علي، تم بعون الله تعالى إقامة حفل تكريم للطلاب المتميزين في مراكز نور القرآن برعاية منظمة شباب لأجل سوريا، والحمد لله كانت النتائج ممتازة وتم تكريم قرابة 200 طالب وطالبة وهم المتميزون خلال الاختبارات التي أجريت لهم في نهاية العام الدراسي. باسمة حنظل، أميرة حمزة،
لا طعيم لا اكل لا شرب. شوفي اساس تعهدوا انه يفتحوا لنا الطريق والامور ترجع لها خير. ايه مشان شو؟ ما بعرف ليش ساكتين. بشار الاسد مخوف هاي العالم كله، العالم كله مخوفوه. هاي العالم شو هاي؟ اولاد ختايرة المرضى شو؟ شو قاعدين بحبس نحن؟ اللي قاعد بحبس بياكل ويشرب. بدنا خبز، اهم شيء عندنا الخبز. معنا لا خبز، الخبز اليابس ما عم نلاقيه، لا خبز ولا اكل بالغصب لحتى عم يتاعي عندنا حبة الرز، وهون المعونات ما عم يسلمونا غير رز مسوس وبرغوث. هذا الموجود. يعني ما في شيء، مادية تعبانة على الآخر. أخي صار الأولاد سوء تغذية وقلة أكل وجوع، خبز ما في، أساس الأمم المتحدة فوتونا وما فوتونا شيء، ومثل ما أنك شايف حسبي الله ونعم الوكيل. طيب ممكن تحكي لي وضع ابنك شو صار معه مرض؟ والله صار معه انكشفة وسوء تغذية. أنا يا عمو ما عم باكل، وقت النهاية ما أدرى شو صلي، لأنه ما في سوء تغذية. صار معه سوء تغذية، قالوا لي بدك تغذية. طيب ليش ما عم تاكل؟ يا عمو هاي الأكل ما طبيعي أبدا، ما عم باكل شيء، ما عنا. نطلب الفرج من الله سبحانه وتعالى بس. بداية بالنسبة للانقطاع المتكرر على مدينة حلب وريفها، أولا الخط الوحيد المغذي لمدينة حلب وريفها هو خط حماة الضاحية. الخط هوائي طول امتداده 130 كيلومتر، يمر بعدة نقاط تماس، أولها بمنطقتي معان وعطشان في ريف حماة، وهما منطقتي اشتباك دائم تتعرضان لقصف بشكل مستمر، ويمر أيضا بالقرب من منطقة سنجار ومطار أبو ظهور، وتتعرضان المنطقتين لقصف بشكل مركز، مرورا بريف حلب الجنوبي في منطقة تل دادين والتي تعتبر منطقة اشتباك ساخنة، ومن ثم يمر من مناطق سيطرة النظام وصولا إلى محطة الضاحية. طبعا في سبب ثاني بالنسبة لمنطقة عطشان تحديدا، انقطاعات متكررة في هذه المنطقة التي ذكرناها سابقا، هناك أعطال متكررة، يوجد أبراج مدمرة بعضها تم استبدالها وبعض الآخر لم يتم تأمين بديل عنها. تم إيجاد حل بديل بتحويل خط 230 على أبراج 400 المارة بقربه. بالنسبة لخط ريف حلب الغربي هو ما يسمى خط حلب واو أورم، فهو متعرض لانقطاع بشكل دائم لأن بدايته في منطقة اشتباك في غرب المدينة كما ذكرنا سابقا، يمر في منطقة الأكاديمية والراشدين، ويعطل على هذا الخط يسبب حرمان كامل لريف حلب الغربي. وأما بالنسبة لمحافظة إدلب فتغذية هذه المحافظة تكون من محطة أورم باتجاه إدلب، وهذا الخط يمر بالزربة والتي هي منطقة اشتباك أيضا. بالنسبة للحل البديل هو استبدال الخط الهوائي بخط أرضي 230 كيلو فولت، موضوع مكلف جدا، قدرت تكلفته فوق 50 مليون دولار، مواد غير متوفرة لدينا، يوجد صعوبة في استيرادها. المشروع يحتاج لحفر بعمق 6 أمتار تحت الأرض، وفي حال تأمين هذا المشروع ونجاحه سنواجه مشكلة في الصيانة، لأن صيانة الكابل الأرضي تستغرق مدة أطول من صيانة الكابل الهوائي، لأن المنطقة معرضة للقصف الصاروخي والمدفعي. والله ولي التوفيق.